اخواني، لكن في نفس اللحظه انا لازم اكب لهم الخرف في وشهم واري لهم الباطل ده كله. عارفين انه تم، وانا ممكن اكد لك ذاته انه طيب انت والله يا اخي احمد انا سمعت الخبر بانه والله ومحمد كاكا اتفق مع الاماراتيين وادوه مليار دولار ولا وات ايفر، ونزل المطار في مطار امجرس، حتى جزء من التشاهدين الشرفاء يتكلم في الموضوع ده. فطيب نحن والشعب السوداني كله يعرف الكلام ده، والشعب التشادي يعرف الكلام ده، والصور قاعدين، انت حاكم بتاع الاقليم ما عرفتها؟ والله يا اخي انا عارف. طيب ما ترد؟ ما ترد؟ ما السلاح ده ما بودوه، ما بودوه، ما بدقوك هنا فيه. ما بالضروره يدقوك انت كحركه مثلا، اي زول شايل سلاح كده حامل، ما اي زول هذه عنده بندقيه. ما بتلقى فوضى. هتبقى فوضى. دقيقة ده نحظر الإكزات ونحظر الموضوع بسيط جدا. حق مارك طوالي نحظر. أنا كويس؟ أنت مفروض ترد. أقول يا أخي أنا والله الحاصل واحد اثنين ثلاثة كيت 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 كيت. لكن أنت أصلا ذاته يعني أنا ما أعرف ذاته هو هسي هو مع البرهان ولا مع الجنجويد؟ لا هو مع الجنجويد. طيب والبرهان والله هو معه شوية مع دول وشوية مع دول. يعني ما يقدر يشيلوا البرهان برا. ولا كمان الجنجويتي يقدر يدقه، والجنجويتي مؤجل الضربه وعسقت بام من الشغله دي، لكن مؤجل الضربه. لما نجي نتكلم هنا اسماء الحركات يجي يقول لي اي زول يقول لها احنا السلاح ده اشتريناه بقروشنا وديل اولادنا نحن يا جماعه. طيب انتوا رايكم شنو اسماء الحركات؟ رايكم شنو في اسماء الحركات ده؟ نرد عليه بياتو اسلوب يعني مثلا. يقول لك احنا السلاح يعني استفزاز، شغله بتاعت استفزاز كده صح؟ طيب نقول له امشي. طيب انتوا انا عشان نفر واحد احاسبكم كلكم؟ نقول لكم ان شاء الله تندقوا يعني؟ ما ورونا. طيب ما نفس الكلام ده بتاع اسماء الحركات ده بينطبق على حنان. لما جزء من الفور عبا يردوا او الكيان بتاع الفور عبا يردوا في الكلام ده، ما برضه حاجه ما مزيده. نفس الفكره متبنين، وجزء من الناس كان متبنين الخطاب بتاع حنان. بلعت قدومها لشنو؟ عسي بلعت لسانها لشنو؟ ما تجي تتكلم. شافت اهلها جزء من اهلها في زارين جد دعموا الجنجويد، يقول مش دعموا الجنجويد، رقوا على الجنجويد، رقوا والشكوى خير الله مزله، اتزلوا ورقوا في الواطه. ما انتم يا اخي كده كده انت مي ارحل. ما ممكن تعيش ايش بتاعت كلاب يعني. انت داير تقعد على اللحم اللي فيه قاوت وعلى الخضره والويكه واللوايف دي، مش اخير منها ترحل يعني؟ انت هتصدق ايش؟ تجي تركها على جنجويد عشان ملحويكه ولا بصلتين؟ هو بجي يعني والله العظيم ذاته سبحان الله يعني. فقامت بلعت لسانها، نسي اسماء الحركات، لف في الـ في الـ في الـ في الـ في المواقع يقول لك السلاح ده حقنا نحن، والراكبين ديل حق ناسنا نحن. اذا ما نات من يوم الليله الحركه دي بتمثل نفسها وبتمثل الناس الراكبين في التاتشرات وبس، وما اكثر من كده. الكلام خليه يكون واضح يا جماعه. واضح من دي. الزول ده يا جماعه ولا حاكم لا اثنين ثلاثه لا بتاع، جنجويتي زيه زي الجنجويت واحد. ابي زول يتكلم معاه يا جماعه. دايرين تردموه اردموش. ابو رهب على قد ما تقعد تكسر ثلج وتقعد تترقد يا زول. هو الحركات دي لو فيهم خير كان خلينا نحن اللي ينقذوا زولهم. خميس عبد الله بكر ده معاهم في الحركات بقاتل سوا وحبيبه معديل، وجو سوا موقعين سلام بيشوفوه من بعيد زي ده. قال لك انا قبال يموت قال لك برسي الرسائل زي ده مني وبفتحها عديل في الواتساب وما برد عليه. انت يا ابو رهب داير خير من الحركات المسلحه. الزول اللي ما عنده خير لاهله ما عنده خير للناس. قال لك لا ما تقعد تكسر ثلج ساكت انك تركبك انت ذاته. انا ما عندي فرامل، انت عارفني براجل ولا بعرف انت صاحبي ولا حبوبتي. ما تقعد تطبطب للموضوع ساكت. شغل ده يتحكى والقياده بتاع الجيش ده يتغير والبرهان ده ما نافع. دايرين تحلوا المشكله بتاع الجنجويد. الجنجويد ده يكون ما في اينو كباشي عسكري ناشف. دايرين تحلوا مشكله السودان ده من جذوره. كونوا حكومه بتاعت حربي ومن واحد نوباوي ما تعينوا الكباشي. ده خيارين قدامكم. والله ليوم الدين ما تنتصروا، والله ليوم الدين ما تنتصروا. وما بتطمنوا الناس ساكت، والله الليله تبقى عبد الرحمن ايوه والله العظيم دكام في واحد خايف اينو يا زول وبتاع فجأة هناك يا زول ابشركم واطمنكم يا شمالين. ما تطمنوا نفسكم يا اخي، ما تطمنوا نفسكم، ما تطمنوا نفسكم. اول حاجه يا شمالين لازم تفهموا انا اختلفت معكم 700,000 مره،
لانه حسي ابو رهف قال الليله عنده لايف واللايف انا كبير دخلت معه في اللايف قبالي نزلنا اخذت معه جولتين الجوله الاول لانه كان الزمن ضيق صلاه فالجوله الثانيه بعد ذاك شنو اسمع الحركات ده نهايه يا جماعه نهايه تعرفوا نهايه انا حسي بفتات يعني ببلغ طوالي برش طوالي ما نافع حسي جماعه عبد الواحد احترم رفيسهم لبدوا وكبوا والثلج في ظهرهم وعملوا نايمين يا اخي التحيه لكم تمام فابو رهف فاتح لايف وجيت وقال لي يا اخي عنده لايف واللايف ده فيه جميع الناس وفيه ضباط بتاع الجيش قلت له خلاص انا داير اجيكم وفي واحد امبارح سالني وقلنا له يا اخي انا قلت الزول ده لما داير ارد عليه اسمع الحركات دخل خربط اللايف ابو رهف شات اللايف فيه قريب 1500 شخص امس واللايف كله اتخربط امس والليله طيب قلت له يا اخي اي شمالي اي شمالي مسكين مسكين ما عنده علاقه بالحكومه دي وما دعم الحكومه دي الوسخه دي انا هنا انا شخصيا اتحطم في حقه انا في لايف اقدر اجي اعتذر لهم هناك الشمالين المساكين قال لي لا لا لا, لا يا اخي في ضباط وانا هنا لو تدعم القوات المسلحه تعال نديك فرصه لو ما تدعم القوات المسلحه انا والله ما اقدر احرج الناس بالله عليك الله في دوله بتمشي بالكلام ده بالله في دوله بتمشي بالكلام ده بعدين القوات المسلحه ده حق ابو واحد خليه يجيب لنا ده حق ابوي انا المؤسس ده حق ابوي انا هو الضباط ده قاعد يقاتل هم ذاته في ضابط كده قاعد يقاتل وخير العساكر دي وقال لي قال ابو رهف قال يا اخي يا احمد والله ده ضبط غضب قال لي قال انت لو داير تجي تدعم يعني انا كويس يعني انا طيب بلوك طوال يا زول الجمارك انا طوال الجمارك يلا شوف مراكب يعني انا اجي للضباط انه الليله يجوا في لايف بتاعت ابو رهف اكسر لهم تلج انا يعني هسي كده دي بلد تمشي قدام هو مشكلتنا نحن نطبطب لفلان ونخلي فلان وما نتكلم مع فلان يعني دي مشكلتنا يعني ابو رهف انعدل انعدل وانا داير اقول لك حاجه حركات المسلحه دي اها ان احنا اهلهم وبني جلدتهم وبلاكات بيشوفوا السلاح جاي من انتشار يمكنوا الجنجويل عشان يسقط الجيش انت ترجع منهم خير نحن اهلهم بيشوفونا متنا مرتين في الجنينه وعباده جماعيه وقطوا لحم الناس اكلهم بعينهم من بعيد بس بقول لك لا نحن السلاح ده اشتريناه بقروشنا حركات دي الخير لنا نحن اخوانهم اهلهم بني جلدتهم نحن اللي قدامك ده بني جلدتهم ما وقفوا معنا يا ابو رهف انت رخيص ولا شنو يا ود يا ود ما تقوم على حيلك يا زول يا ود ما تحلق شنبك ده يا راجل هم عشان انا اديك لا من الاخر وجاي التيك توك شويه وانا نظامي وشلاليت بنيات بس وإيه الدير قل ادبه ده انا من والله شوف خلاص اصله كده نحن ناسنا ماتوا وقطوهم في الجنينه اصله ذاته الفائده شنو ذاته من الاتحاد الاوروبي ولا فائده شنو ذاته الفائده شنو ذاته نحن ناكل ولا نشرب ولا ده واحد ينتحر ليه بيزور ولا دقوق كتالوج والموضوع انتهى ذاته يا اخي نحن عايشين جسد ساكت بس ماشيين جسد بدون روح يا اخي واحد يجي يقول لنا ادبه هنا يا اخي فك في الحركات جت يا اخي يقول لهم فك فيكم كلهم قلب طف فيكم جد يا اولاد الواو يا اخي خلينا نركبوا بلاد هناك نركب الوسخ ده شفته في التيك توك عشان كلهم يكونوا حاضرين الامه جد مستحضره فايده شنو ذاته هنا اهلنا بيموتوا بيتقطعوا يا اخي بيقطعوهم قطيع يا اخي بحرقوهم حريق يا اخي جيب لي منطقه الليله ناس قاعدين يموتوا زي الجنينه دي يا اخي تقول لي حركات يا اخي حركات شنو يا اخي انتوا عملاء يا اخي انتوا عرزقية يا اخي انتوا خونه يا اخي انتوا خونه وانتوا عرزقية اقول عليكم اي كلب دار ما يموت يا وداني يا وديت يا نال ابو الدنيا ذاته يا اخي يا نال ابو الدنيا الناس نحن قاعدين يموتوا ونحن حيين يا اخي ينقل ابو الدنيا ان احنا حيين وناسنا بيموتوا يا اخي الله ينقل ابو الدنيا دي يا اخي عشان كده انا لو جاء قائد انا والله نازل وكلمتكم قلت لكم قبل يوم جاء قائد انا بنزل عشان انا اموت بشرف في بلدي
انا بلد الخواجات ده ما بمثلني انا ولا مرتاح فيه نفسيا، خليه يجي قائد بس. وانا شوف انا تاني شغلي ده بس الجيش ده بدو قياداته والحركات بركبكم من طرف بلجنكم لجين في التيك توك وي وات ايه، خليه يجي كل ادبه هنا ده عشان احنا ذاته الموضوع ده بس خلوه لي انا يا جماعه، انا بتفرغ له بتفرغ له تفريق تماما ونكشح العشا طوالي بعد ده. ما في اي رحمه ولا في حاجه بدسوه ولا في حاجه بغطغطوا ذاته، نكشح العشا شفت طوالي يا زول. اي حاجه سر قايد كده في اندر تيبل في المناطق الحدوديه بين تشاد والسودان بنكشه وطوالي ابو الدنيا الناس نحن قاعدين يموتوا والجنجويتي هينوم ويدقوم ونحن نقعد نسكت، ما في نكشه العشاء ونكشه الفطور ونكشه اي حاجه ذاته. فائده شنو ذاته يا اخي؟ الفائده شنو ذاته من الدنيا يا اخي؟ ابو الدنيا اللي انت قدرت تعيش بها عشان تاكل لك خبزه واهلك انت ميتين يا اخي واهانه وذله وانبايات وكده ويمرمطون في الوطن يا اخي. الجيش ده حسي بطريقته ده تدعمه كيف مثلا؟ لو دير ادعمه ادعمه كيف؟ وروني مثلا. والله انا ابرد بعد بس انا جايكم بس جايكم بالتقيل بس. وانا ذاتي خلاص قنعان وينقل ابو اي فرنسا وينقل ابو اتحاد الاوروبي وينقل ابو اي زول ذات اي زول كائن من كان اللي قل ادبه يا ودانيه وديته بس عشان ذاته ينقل ابو الدنيا اللي انت بتشوف اهلك ميتين وعايش ده شنو ذاته فارغ ساكت يا اخي انا شغال لكم العشاء شفت سخن في وشهم الليله. طيب ارزق يا اخي عندكم دين يا اخي عندكم شرف يا اخي الكلام والله يدور يقول حركه انا بركبه. طيب طيب حركه بتاعت شنو يا زلمه؟ طيب طيب نشوف ال نشوف ال نشوف شوف حسن طراحه ولا حسن طرحه ده قال شنو؟ ركز كويس هنا ما في ثاني يا زول. هوي هوي علي وعلى داي يا زول علي وعلى داي.